والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية نختار نسلم على هذه الجماهير، هذا الجمع الغفير، وبطبيعة الحال نسلم على هذه الوجوه النيرة وعلى الشخصيات اللي في هذه المقاطعة اللي أنا سعيد بوجودي فيها ضرك من اليوم، وسعيد بكوني بدأت فيها للمحطات اليوم. أنا ما فايتني بل منين موجود، نعرف أني موجود في ركيز، ونعرف ركيز، نعرف رمزية ركيز، ونعرف تاريخه، نعرف على أنه مهد الثقافة، نعرف على أنه مهد العلم، ونعرف على أنه مهد البعد الروحي ومهد الإشعاع الروحي اللي استفاد منه بلدنا واستفاد منه شعبنا في الخارج وعرف بينا. إذن على هذه الأبعاد كاملة تجعلني مرتاح وتجعلني سعيد وتجعلني كذلك كيف شرط لو نعرف أنا في منين. أشكر سيد العمدة اللي تكلم عن أعطى كلمة المقاطعة سكان المقاطعة وأعطى خريطة وافية للمقاطعة، جوانبها الاقتصادية وجوانبها الثقافية اللي كيفني أنا شرط عليها. إذن على أني ما عندي شيء في ثلاثة لا نقولوا به اللي ذكر هو ذاك كامل، وذكر الخريطة الاقتصادية والسياسية للمقاطعة وسمعت مولي طلباته فيها، وبطبيعة الحال يدور يستمر العمل اللي كان مقام به هون إن شاء الله به اللي للمشروع اللي عندنا يعتبر استمرار العمل اللي كان مقام به، وبطبيعة الحال مع أهداف التحسين والتكميل والتطوير إن شاء الله. أنا جيتكم اليوم في إطار جولة قررت أن يقوم بها المقاطعات البلد فيها طالب دعم وفيها طالب مساعدة ومساندة للمشروع اللي قررت أعلني نترشح من خلاله للانتخابات الرئاسية 2019 إن شاء الله. وعدلت نرات خطاب ترشح في نواكشو، غير اخترت واعتبرت على أنه من الضروري على أني نجيكم حيث أنتم لنسلم عليكم ونعبر لكم عن تقديري لكم ونعبر لكم عن استعدادي على أني نتنقل شوركم، ونطلب منكم تساندوني ونطلب منكم على أننا نمشوا في بلد ونكملوا ياسر من العمل اللي مازال يا الله يقام به، وإن شاء الله ويدوروا جو واحدين ثانيين عاقبنا كاملين وعندهم زادهم دور ويا الله يقوموا به اللي هذا العمل ما ينتهي. وشكرا وجزاكم الله خيرا.